نتواجد هنا في غارة إسرائيلية على مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، عددا من الشهداء والجرحى الآن في قلب المكان الذي نتواجد فيه في هذه المدرسة التي يعني يتواجد بها النازحين من كافة مناطق مدينة غزة وشمال غزة. هنا غارة إسرائيلية عنيفة بالطيران الحربي استهدفت هذه المدرسة التي تأوى عددا من النازحين. الآن يعني يقوم المواطنون وطواقم الإسعاف بانتشال عددا يعني من الشهداء والجرحى، أطفال ونساء في كل مكان هنا في هذه المدرسة الواقعة في مخيم الشاطئ، وهي مدرسة أسماء في غارة إسرائيلية عنيفة تتوالى على مراكز إيواء النازحين في مدينة غزة، تحديدا هنا في مخيم الشاطئ. هذا هو المشهد نرصده لكم من قلب مدرسة أسماء، يعني حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين والآمنين تحديدا في مدرسة أسماء. شهداء وجرحى في كل مكان، محاولات البحث هذه السيدة التي تبكي على من فقدت. وهنا آخر مشهد قاسي حقيقة نرصده لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المشهد من مدرسة أسماء كما تشاهدون، يعني وضع صعب وقاسي في هذه المدرسة. هناك أيضا نساء يبكين من استشهد ومن فقدوا في هذه المدرسة وهم من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت هذه المدرسة. هناك أشلاء يعني في كل مكان كما تشاهدون في هذه المدرسة، وهي مدرسة أسماء التي استهدفت قبل ذلك أيضا، محاولات لانتشال يعني جثامين الشهداء. هنا جثة لأحد الشهداء الذين يعني استشهدوا أثرى وجراء هذه الغارة الإسرائيلية على هذه المدرسة التي تأوي نازحين في قلب مخيم الشاطئ. وضع حرج وصعب قاسي لعدم توفر طواقم الدفاع المدني. يقوم المواطنين بمحاولة انتشال جثمان لأحد الشهداء هنا في هذه المدرسة. أوضاع قاسية كما تشاهدون، محاولات المواطنين في انتشال جثمان لشهيد في هذه المدرسة التي تتواجد في مخيم الشاطئ. أطفال شهداء ونساء ومصابون، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة أبلغ من الكلام. نأخذ يعني هنا يعني السلام عليكم. سلامك الله. عملوا شو صار معك؟ ولا شيء، احنا قاعدين في الساحه هنا نجد حدث انفجار كبير في مكتب، هذا المكتب براجعوا للمياه، مواتير المياه، مي اجل موجه، لا كبونا طلعت، ما طلعتش، لا حليب الاطفال، لا غذاء الاطفال، فقط هذا المكتب مخصص لهيك شغله. انتم الان في محاوله الانتشال؟ لا نعم نعم نعم، لان في مدنيين نازلين يرجعوا لكبوناتهم، يرجعوا ل يعني هذا هو المشهد القاسي حقيقة هنا من مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ كما تشاهدون. الصورة هنا أيضا لتناثر الركام في خارج أسوار هذه المدرسة، ويعني تكدس المواطنين من النازحين ومحاولات لانتشال جثامين الشهداء، وإذا ما كان يعني مصابون. هنا أيضا صورة أخرى لسيارات الإسعاف وهي تحاول انتشال جثامين أيضا هنا من هذه المدرسة، وهي مدرسة أسماء. حالة من الهلع في صفوف المواطنين والنازحين هنا من قلب يعني هذه المدرسة. هذا هو المشهد يعني كما تشاهدون تماما هنا من مدرسة أسماء والتي تأوي نازحين في مخيم الشاطئ. محمود أبو سلامة، قناة الغد، مدينة غزة.